أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة بتاريخ اليوم 10 من تشرين الثاني 2023. هذا تصوير جديد للنباتات المزروعة داخل محمية فوق سطح المنزل بنظام الزراعة المائية. بالنسبة للطماطم الكمثرية والطماطم الكرزية والطماطم البلحية والطماطم العادية وخيار القثاء والرقي أصفر اللب، إضافة إلى الخضروات الورقية جميعا. أطوال النباتات يعني بدأت تقترب من طرف خطاف التسليك الذي يرتفع عن الأنبوب تقريبا مترين. إن شاء الله سوف نقوم بتخفيف للأوراق أيضا والأفرع الإبطية الجانبية، وأيضا ترقيد النبات لتقليل من أطواله. الحمد لله، يعني بالنسبة لي بشائر الإنتاج وبداية تلون ونضج بعض الثمار بالنسبة للطماطم. لدينا هنا القرنبيط، الحمد لله النمو والتزهير كثيف. حصلت بعض حالة من التنفيل أو سقوط الأزهار بسبب كثرتها وكثافتها، وهي يعني حالة طبيعية بالنسبة لثمار الطماطم، إلا أن كمية التزهير الموجودة إن شاء الله تبشر بالخير. الآن النباتات بهذا المستوى أصبحت بطولي وأكثر. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.